تلك إذا قسمة ضيزة. ضيزة عدها علماء التفسير كلمة غريبة. هلا معنى غريبة؟ قالوا الغريب القرآن، لا أنها أجنبية. دير بالكم ما فيش في القرآن كلمة أجنبية، كله عربي مبين. طب واستبرق وسندس أخذناها من الفرس؟ لا، الفرس أخذوها منا. قسورة أخذناها من الحبشة؟ لا، هم أخذوها منا. الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذه المحاضرة الثامنة، الدورة الثامنة، دورات الجمعية، ونستضيف فيها الدكتور عزام جابر، دكتوراه فلسفة في تفسير القرآن الكريم وعلومه من جامعة اليرموك من عام 2011 إن شاء الله، محاضر في جامعة المحافظة، عضو اتحاد العلم والعلماء المسلمين. إن شاء الله نعيش ساعة 60 دقيقة مع الدكتور إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم أن نلقاه، أما بعد فحياكم الله. وجزا الله خيرا الأستاذ الدكتور المهندس حاتم البشتاوي على هذه الاستضافة، وجزا الله خيرا كل من قام على هذه الجمعية التي تعنى بخدمة كتاب الله عز وجل من جميع النواحي. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وهذا الرباط وهذا التحمل لسماع كلام يتعلق بكتاب الله. فهذا السماع وهذا الجلوس وهذا الحضور وهذا الإعداد ما هي إلا أوسمة فخر وموشحات عزة وكرامة يرتديها كل واحد منا. والله لما؟ لأننا نجلس لنيل والانتهال من علم هو أعظم العلوم وأشرفها، العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم موضوعها كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، فهي فرع عن الذات، وحكم الفرع يأخذ حكم الذات. فأنت تبحث في أعظم شيء في الوجود، شيء يتعلق بهذا الخالق العظيم الله عز وجل. موضوعنا هو لغة القرآن أو اللغة والبيان في كتاب الله عز وجل، وهذا موضوع ليس بالسهل، فكلنا يعلم أن الله تعالى قد بعث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في قوم بلغت اللغة فيهم أعظم مبلغ، فكانوا عظماء في اللغة، خرج منهم الشعراء والخطباء وأصحاب البلاغة والفصاحة، بل بلغ من اهتمام العرب باللغة العربية أن عقدوا مساجلات شعرية فيما بينهم، وصنعوا أسواق خاصة لذلك. نحن عندما نسمع أسواق نظنها في هذا الزمان أسواق للأكل والشرب والطعام والرفاهية واللباس للغذاء المادي، لكن العرب ممتاز، قبل الإسلام عقدوا أسواقاً للمبارزات الشعرية وللمناطحات اللغوية، فكانت كل قبيلة تدفع بأعظم بلغائها حتى يكون في سوق عكاظ وذي مجاز ومجنة، هذه الأسواق المعروفة، محكمين، كان فيها محكمون، هؤلاء المحكمون هم الذين يرفعون أقدار هؤلاء الشعراء حتى يصعد على منبر التتويج 10 منهم، تعلق قصائدهم في أشرف مكان في الوجود في الكعبة المشرفة، سميت بإيه؟ بالمعلقات. وهم على هذا النحو من القوة في البلاغة والبيان
يبعث فيهم رسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، ولكنه لم يأتهم بكلام من الأرض، جاءهم بكلام من السماء، جاءهم بقرآن يتلى ويتحدى فيه كل هؤلاء. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن طبعا هذا الضمير لا يقال فيه ضمير جمع لأن الله واحد، بل يقال فيه ضمير عظمة، حتى عند إعرابه يقال ضمير عظمة ولا يقال ضمير إيش جمع. إن طبعا إن مكونة من إن المؤكدة والنا اللي هي ضمير العظمة اللي ذكرناه. تأكيد أنزلناه، أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه توحي تلك الكلمة إلى جهة مشرفة هي جهة العلو. أنزلناه قرآنا عربيا، كيف أنزلناه قرآنا عربيا؟ تعرب قرآنا حال وعربيا نعت. قرآنا أي يقرأ، وأول كلمة نزلت من كتاب الله إيه؟ اقرأ. يعني ألم تلاحظوا الجمع بين اقرأ واسم الكتاب الذي يقرأ؟ اقرأ قرآن أول كلمة، يا أمة اقرأ اقرأي، لكن أمة اقرأ لا تقرأ. في إحصائية قبل سنين قرأتها، نسبة القراءة بالمقارنة مع الدول الأخرى وأمم أخرى عند العرب متدنية، لا تكاد تكون 1.5%، وهذه مأساة. أمة اقرأ لا تقرأ. وثاني كلمة نزلت قم، قم الليل. أمة قم أيضا لا تقوم. واقرأ، ما بين اقرأ وقم هو حكاية الجمع بين العلم والإيمان، اقرأ علم وقم إيمان. فنحن نقوم بالذي نقرأه. ولاحظوا هذا النجم الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك وخلق، خلق الإنسان من علق، علق وما أدراهم بالعلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، شوفوا الإشراقات الأولى في نزول كتاب الله، قراءة، تعريف بالرب عز وجل، خلق وعلق وقلم، علم الإنسان ما لم يعلم وعلم، كلها كلمات، كل كلمة بدها محاضرة. نعم. إيه والله. فإنا أنزلناه قرآنا يقرأ باستمرار عربيا، يعني بأي لغة؟ باللغة العربية. لعلكم تعقلون، خطين تحتها، لعل رجاء، والرجاء هو انتظار المحبوب، والمحبوب الذي يريده الله تعالى هو أن نعقل. لعلكم إيه تعقلون. وعلماءنا في اللغة في إشي بالبيان أو بالبلاغة العربية، إنزال مثلا الحاضر منزلة الغائب، وإنزال الغائب منزلة الحاضر. هو لما قال لعلكم تعقلون فكأنه أنزل الذي لا يقرأ القرآن أو لا يعقل اللغة العربية منزلة من لا عقل له، يعني أنزل منزلة المجنون. لذا اللغة العربية لغة العقل والبيان. لعلكم تعقلون أي يصبح لكم عقل، والعقل هو المنع، العقل هو المنع. يقال عقال البعير لجامه الذي يمنع البعير من إيه؟ من أن يفلت. فمن له عقل يعني يمنع نفسه من الخطأ كالحكيم. لعلكم تعقلون، وأيضا تعقلون فعل مضارع يفيد إيش؟ الاستمرار. يعني هذا العقل وهذا التدبر وهذا الفهم للغة العربية وهذه القراءة ينبغي أن تكون شمالها مستمرة. ولما ذكر تعقلون وهو فعل من أفعال الخمسة حذف المفعول به. تعقلون ماذا؟ باللغة العربية ستعقلون كل شيء، وأطلقت بلا حدود، مش برنامج في الجزيرة، لا، أطلقت هنا بلا حدود، في المعرفة، في الكون، في النفس،
في معرفة الخالق، في معرفة الوجود في كل شيء. فيا لها من آية، وكل آيات كتاب الله هكذا. نسأل الآن سؤال: ما معنى أن يختار ربنا عز وجل آخر كلامه في العالمين عربيا، لولا أن اللغة العربية أفصح اللغات ما اختارها ربنا لتكون القالب الذي يسكب فيه تلك المعاني العظيمة، معاني السماء، معاني الوجود التي لا حدود لها؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، شو؟ ما نفدت كلمات الله. طبعا هنا نفدة مش نفدة، هاي ذكرها في الأمثلة، في فروقات. وفي آخر الكاف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قبلها أو بعدها إيش؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، حبر. هذا الكلام الذي لا حدود له، كلام يسع الكون كله، بل يسع كل شيء، انسكب في نحو 114 سورة، انسكب بقوالب من اللغة العربية. لما اختار الله هذه القوالب؟ لما لم يختار اللغات الأخرى؟ لميزة خاصة في اللغة العربية. بل إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الحسن، حديث حسن ويحتج به، أنه أوصى باللغة العربية فقال: إنما أنا بعثت بلسان عربي، وإن لغة أهل الجنة لغة عربية. بهالمعنى هذا. ليه؟ لأنه أصلاً الافتتاح عند العرب وعند آدم عليه السلام في الدراسات كانت باللغة العربية. ما لغة آدم؟ لغة العربية. ما أول لغة في العالم؟ اللغة العربية. ولا يجوز الانبطاح أمام الدراسات التاريخية الأجنبية المستعمرية التي بنت دراساتها على حكايات التوراة الإسرائيليات والأكاذيب والأساطير، بأن اللغة العبرية أو اللغات الأخرى هي القبل. لا، اللغة العربية السابقة الوجود. في باحثة مصرية أثبتت من خلال دراساتها أن كل لغات العالم تعود إلى اللغة العربية. يعني اللغة الألمانية مثلا في مئات المفردات منها أصولها عربية، اللغة اليابانية أصول كثيرة منها في العربية، اللغة الإنجليزية حدث ولا حرج، يعني أعداد. والإسبانية، كل اللغات في مفرداتها واشتقاقاتها وأصولها هي عائدة إلى اللغة العربية، ولم يثبت العكس، يعني لم تكن اللغة العربية تابعة للغات الأخرى. إذن بقول أستاذنا الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله، العالم الجليل المفسر المعروف، قال: فكما اختار الله العرب دون غيرهم لحمل الرسالة، اختار لغتهم لتكون القوالب للمعاني الإلهية المنزلة. كلام جميل. هذه اللغة الفريدة العظيمة تحارب، وعندما أراد أعداء الأمة تفريقها وضربها من كل اتجاهاتها أرادوا ضرب القرآن الكريم فخابوا وخسروا، فتوجهوا إلى ضرب ما يوصلنا إلى فهم القرآن الكريم، ضرب اللغة العربية. وعلى يد علماء مستغربين، طبعا في مستشرقين وفي مستغربين، معروف مستشرق أجنبي بدرس تراثنا، المستغرب العكس، يعني هم ابتعثوا كثيرا من أبناء العرب إلى أوروبا ليدرسوا هناك ويعودوا مستغربين، مثل طه حسين أعمى البصر والبصيرة، والله الذي دعا إلى التحدث والكتابة باللغة العامية، والذي قال إن العرب عند نزول القرآن كانوا على ضعف من اللغة ولا يستحق أحد أن يتحداهم. وطبعا أستاذه مستر مرجوليوث مستشرق معروف بأعداء للإسلام صنعوا منه عميدا للغة العربية، عميد الأدب العربي، العقاد بحطها حسين في الجيب الصغيرة، مصطفى صادق الرافعي
صاحب وحي القلم بيضيع مليون واحد زي طه حسين، لكن هؤلاء لما كان عندهم نفس إيماني وديني استبعدوهم. اللغة العربية تحارب، والحرب على اللغة العربية هو حرب على القرآن. لما كان العربي في الماضي إذا سمع آيات يهتز يرتعد، إما أن يخشع فيدخل في الإسلام، وإما أن ينهزم فيقر بالانهزام. لنترككم الآن مع بعض الخصائص الجميلة في هذه اللغة، لغة القرآن. نتحدث عن حروفها ولا كلماتها ولا جملها، سنرى. إذا تكلمنا عن حروف اللغة العربية فمن أعظم خصائصها أنه ينتظمها جهات متعددة في المكان والزمان والذاتية. إذا تكلمنا عن المكان فحروف اللغة العربية تخرج من مخارج دقيقة جدا، بحيث عندما يتعلم العربي هذه الحروف أو أي إنسان تعلمها من مصغره سينطق بكل اللغات، ولا يفوت حرف من حروف أي أمة من الأمم، بينما العكس غير ذلك. يعني فرضنا أن إنجليزيا أصبح عمره فوق 18 أو 20، قلنا له أنطق بحرف الحاء أو تار، حرف الحاء انشطبط عنده لأنه ما تدربش عليها من مصغره، أو حرف العين أو الضاد سيجد صعوبة في الضاد. بينما العربي لو أطلقته في أي أمة من الأمم بتعلم لغتها وبنطق في كل حروفها، لأنه أصل مكونات حروف العالم ترجع إلى مخارج اللغة العربية اللي تبدأ من الجوف وتنتهي إلى الشفتين أو العكس. حتى إن علماءنا في التجويد أول درس في التجويد بيعطوه مش النون الساكنة والتنوين والقلقلة، مخارج حروف الصفات، إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. واجب قبل ما يبدأوا بأي حكم من أحكام التجويد يدرسوا إيه المخارج. وأما من ناحية الزمان فإن الحروف العربية ثابتة في كل الأزمنة، يعني عندما تنطق بأي حرف من حروف اللغة العربية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال بهذه الطريقة هي نفسها التي نطق بها عنترة أو أي شاعر من شعراء المعلقات العشر أو أي عربي كان قبل كذا ألف سنة، نفس الحروف نفس الكلمات بنفس المخارج نطقها في البعد المكاني والزماني. أما البعد الذاتي فإشي عجيب، يعني تجد في كل حرف معنى مستقل عن غيره. تجد في الراء مثلا إشارة إلى التكرار والاستمرار، مع أنه إحنا بالتجويد لا نكرر صح، نقول الرحمن. تجد في القاف قوة وفي الغين استتار، وشوف الكلمات اللي تبدأ بالغين غابة صح استتر. الفاء تجد فيها الشق والقطع، فلق فلذ فلذة كبدي قطعة من كبدي. تجد في الدال شدة، وتجد في الشين تفشي وانتشار، وهكذا هي حروف اللغة العربية. إذا انتقلنا إلى بعض خصائص الكلمات هذه لغة، هذه لغة القرآن، تجد أنه أكثر هذه الكلمات في اللغة العربية أصولها ذات ثلاث حروف حتى يجعل النطق بها سهلا ميسرا. أما اللي أصله رباعي قليل، اللي أصله رباعي قليل مثل وسوسة وحصحصة ودمدمة وزلزلة. طيب كم عدد الكلمات اللي جذرها الثلاثي في القرآن الكريم؟ زادت على 50,000 كلمة. لاحظوا طبعا كل كلمة غير عن الثانية. هاي البش مهندس سؤال أثناء المحاضرة ولا بعد المحاضرة؟ لا بعد المحاضرة، بعد المحاضرة تجمع بس تجمعوا. أنا اتصلت عشان يعني ما تنسى تكلمت عن الحروف قبل شوية، فدارج عند كل الناس أنهم يذكرون الحرف الأول ألف، والصحيح أن الحرف الأول هو الهمزة، همزة باتة حتى في المعاجم وال نعم باب الهمزة نعم الهمزة. في فرق بين الألف والهمزة أكيد بالضبط، الحرف الأول هو في اللغة العربية الهمزة صحيح. الله أعلم بارك الله فيك. ولذلك أول نداء اقرأ أيوه سبحان الله.
إذن تلاحظون أن الكلمات اللي أصولها ثلاثية أكثر من 50,000 كلمة. شوفوا لما حاولوا يحاربوا في اللغة بس في القرآن أكثر استعمالها أكثر 50,000، بينما الكلمات اللي أصولها غير ثلاثية رباعية يعني لا تصل إلى 900 كلمة استعملت في كتاب الله، إلى 900 كلمة، والثنائي قليل جدا زي يد أخ. أيضا نجد من خصائص هذه الكلمات أن هناك صلة بين أصول الكلمات وجذورها، حتى إنك إذا قلبت بعض الحروف قدمت وأخرت تجد بعض معاني مشتركة مثلا أو دلالة على معنى واحد، زي كلمة شيخ وخيش. لاحظوا الشيخ وخيش دلالتها على الفخامة والعظمة، فالخيش ما ثقل وعظم من الثياب، والشيخ من عظم في سنه أو في قدره. وقالوا في اللغة الشيوخ ثلاثة، من شيخه الزمان ومن شيخه الرحمن ومن شيخه الشيطان، برضو في شيوخ في المنكر. لاحظوا كلمة صفر مثلا، صفر وصفر وسفر وفرس وفسر، كلها تدل على الكشف، تدل على إيه؟ على الكشف. فالصفر هو الكتاب الذي يكشف لك المعاني، والسفر يكشف عن أخلاق الناس مثلا. وقالوا فرس كاشفة. لاحظوا كلمة عجيبة زي بحر، بحر مكون من الباء والحاء والراء، هذا الثلاث حروف قلبها بدلها تدل على السعة، فالبحر يطلق على المنطقة اللي فيها الماء الكثير الواسع، والحرب لا تقال إلا بين عدة أطراف مش طرفين، حرب البسوس كذا قبيلة، الحرب العالمية الأولى والثانية كذا طرف، معركة بين طرفين تمام. طيب روحوا على ربح، البحر ربح المتفرس في علمه يسمى بحر، بحر حبرا وبحرا وحبرا والحبر والحبر والبراح، برح. لاحظوا برح، قلب الحروف زي ما بدك كلها تدل على السعة، تدل على ايه؟ على السعة. اذا اخذنا مادة مثلا جننة، جننة بقول ابن فارس اصل ثلاثي يدل على الستر والخفاء، على الستر والخفاء. جنين، الله ينصر اهل جنين، جنين مخبى بطن امه. جنة او جنة خلينا نقول جنة، بستان حوله سياج يعني لا يرى بالعين. الجنون مرض يصيب العقل والدماغ لا يرى بالعين، يعني في شيء مخفي. الجن انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فلاحظوا هذه المادة كيف دارت حول تلك المعاني. اذا نظرنا ايضا على صيغ الكلمات، فاللغة العربية واسعة جدا، يعني هناك للصيغة العربية، أقصد في الصيغة العربية صياغة الكلمة وتشكيلها اللي بتولد منه علم اسمه المصادر والمشتقات، علم المصادر والمشتقات. طبعا هذا علم واسع مع الأسف يدرس في المدارس بجفاء، يعني لا يدرس بروحه. فلما نتكلم إحنا عن المصادر، كيف إنه من كلمة واحدة اللي هي الجذر الثلاثي مثلا كتبة، تشتق منها كاتب اسم فاعل، مكتوب اسم مفعول، كتيب صيغة مبالغة، مكتب أو مكتبة اسم مكان، كتب جمع مثلا، وهكذا تشتق من الكلمة عدة اشتقاقات. تعالوا فكرة، علم 85 مشتقات، لاحظ غير علامة طبعا من مشتقاتها طبعا، علامة وعلم وعليم ومعلوم وعلماء يعلم تعلم تعلمون. أيوة إذا مسكنا الأفعال إشي ولا؟ أنا حسبت 5 والله ما شاء الله. عليهم مشتقاتها في القرآن. أنت سيدي بالإحصاء لا تغلب. لا بس يعني. لا مزبوط. يعني بعض الأمثلة على مصادر الكلمة. إحنا نعرف إن المصدر الصريح بس. المصدر الإيه؟ الصريح. إيش هو؟ المعروف. يعني مثلاً لما تحكي أنت أحب، قام بعملية إيش؟ حب. تمام؟ جلس قام بعملية جلوس، سعى قام بعملية سعي، تحكيش مسعى
إلا ما نذر. ودة قام بعملية تحكيش مودة إلا فيما نذر. فصار في عندي أنا مصدر صريح شائع ومصدر آخر اسمه ميمي يبدأ بالميم زي مودة ومحبة ومسرة ومسعى. هاي مصادر ميمية تبدأ بالميم وتعطي معنى المصدر اللي هو الكلمة اللي دلت على حدث معين غير مقترن بزمن معين زي الاسم. ففي القرآن الكريم أعجوبة في استعمال هذه المصادر، تتبعته بفضل الله عز وجل فوجدت أن القرآن يستعمل المصدر الصريح الشائع في الأمور الشائعة الأمور العادية. قال وتحبون المال حبا جما، لأنه هذا أمر شائع الكل يعرفه والكل يتمنى والكل يحبه. لكن عندما تكلم عن محبة خاصة بين طرفين قال وألقيت عليك محبة مني، اللي بين امرأة فرعون وبين موسى عليه السلام وبين آل فرعون مع موسى عندما كان صغيرا، محبة خاصة منعتهم من قتله رغم كشفهم أنه إيه من بني إسرائيل. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني بين المؤمنين وبين الله عز وجل ود عام معروف بإيمانهم وصلاحهم. لكن لما جاء لعلاقة خاصة بين الزوج والزوجة ماذا قال؟ مودة. مودة هذه خاصة. وهكذا في باقي المصادر، ويعني تؤدي دور اجتماعي، ومرة تؤدي دور ثقافي، أو بين هذه الكلمات رابطة اجتماعية. يعني مما سهل على العربي أن يقيس الكلمة على غيرها، يعني إذا عرف أن كاتب اسم فاعل بيعرف أنه دارس وجالس وقائم وصائم اسم فاعل. إذا عرف أنه مكتبة اسم مكان أو مكتب بيعرف غيرها من كلمات كمجمع ومعرض ومنجم وغيرها. وحتى هذه في بلغة اللغة العربية في دقتها أن هناك فرقا بين مفعل ومفعل. يعني متى نقول مجلس بينما قلنا في كلمة أخرى ملعب، يعني ملعب فتحت العين، مجلس كسرت العين، العين أقصد في وزن مفعل. قال هذا بالنظر إلى الفعل المضارع، إذا كانت عينه مكسورة نكسر مفعل، وإذا كانت عينه مفتوحة نفتح مفعل. إشي عجيب، هذه الدقة في اللغة غير موجودة في اللغات الأخرى. أيضا نجد في اللغة العربية تقارب في المعاني لتقارب في الألفاظ، لكن كل لفظة استعملت في مكانها الصحيح. فالأز غير عن الهز، الأز أشد من الهز. قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيه تأزهم أزا، يعني هذا أشد عقاب. بينما قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة فهو أخف. أيضا قد نجد في اللغة هزي أخف من الأز، الهز أخف من الأز. بعدين يا جماعة راح تجدوا أنه هناك اختلاف في الكلمات العربية لاختلاف إما الحركات أو التشكيلات زي النقطة. وأما في الحركات فالضمة والكسرة والفتحة بتقرب المعنى مع أنه الجذر واحد، الجذر واحد لكن اختلفت. من هنا انتبه أحد علماء العربية واسمه قطرب إلى الكلمات المثلثة، الكلمات المثلثة اللي بتناوب على فاء كلمتها ثلاث حركات ضمة كسرة فتحة على فائها الأولى، يعني الحرف الأول، من مثل كلمة سلام سلام سلام، في فرق بين هذه وهذه وهذه. فأنشد محمد المغربي على مثلث قطرب قصيدة رائعة جدا، قال فيها بدا فحيا بالسلام أشار إلي، أو لا لحظة شوي، بدا فحيا بالسلام رمى عذولي بالسلام أشار إلي بالسلام بكفيه المخضب، بالفتح لفظ المبتدي والكسر صخر الجلمدي والضم مفصل باليد كذا جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم. مين عيدهم؟ تقدر تعيدهم؟ نعيدهم مرة ثانية. هو أول شيء
ذكرها، بدا فحيا بالسلام بالفتح سلام، رمى عذولي بالسلام بالكسر، اشار الي بالسلام بالضم، بكفيه المخضب، المخضب ايش؟ بالحنه. بعدين بدا يشرح فيهم واحده واحده، قال بالفتح ايش يعني بالفتح؟ سلام، سلام لفظ المبتدي السلام عليكم. بالكسر ايش يعني؟ سلام، صخر الجلمدي حجر، حجره قاسيه، ما هو رمى عذولي. قال بالضم يعني سلام، مفصل باليد كذا جاء بقول النبي. أحسنت، لو قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل سلام من الناس عليه إيش؟ صدقة. طبعا هذه يعني تفرقات جاءت بإيش؟ بالحركات. ولسه في كلمات أخرى كما قال السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت أكل بمعمر أو سبسبي. بسبش أنا سبسب مطحون يعني، كلمات كثيرة سبحان الله. أحسن. أيوة والغمر. فراجعوها، مثلث قطرب اسمها في كذا. أيضا لما نطلع على بعض الكلمات نفس الجذر، لكن لما جاءت النقط قطرب 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 قطرب. أي سنة؟ والله ما عندي فكرة، بس قبل 600 سنة يمكن أو أكثر. يعني لا القرن السادس يمكن، القرن السادس أو السابع قطرب، والله لا أذكر كثيرا إذا كان يكون القرن الثالث. المهم شوفوا كلمة حنف وجنف في كتاب الله، حنف وجنف الكلمتين معنى مالة، بس واحدة مالة إلى الحق اللي هي حنفة، واحدة مالة إلى الباطل اللي هي جنفة. حنيفا مسلما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني مال بالوصية عن الحق، والكان اللي الوصي على تنفيذها عرف ذلك فغير لا حرج عليه، باختصار معنى الآية. وهناك يعني أمثلة كثيرة، نفد ونفذ اللي قلتها في أثناء المحاضرة، فلاحظوا نفد زال وخلص يعني، أما نفذ فاخترق. كلمات عجيبة في كتاب الله عز وجل. أما إذا تكلمنا عن اللغة بشكل عام، أستاذ الدكتور فضل الله يرحمه ذكر من خصائصها أهم خصيصتين. الأولى قال السعة والشمول، هذه اللغة وسعت كل شيء، هذه اللغة ستكون آخر رسالة للعالمين لكل الناس بها، رسالة الإسلام ورسالة القرآن. ختمت الرسالات السماوية بكتاب نزل بهذه القوالب العربية، معناته اللغة العربية، وأنتم يا عرب من ستقودون العالم إلى يوم القيامة وستنشرون الخير عبر هذا الكلام. فهل سيضيق القرآن على العرب لوحدهم، أو سيقتصر عليهم لوحدهم، أم سيكون واسعا شاملا لكل العالمين؟ ولن تعجز اللغة العربية عن وصف أي شيء وعن ذكر أي شيء، وأي مخترع جديد العربية له بالمرصاد، كما قال حافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ بدها غوص، بدها غوص. طبعا أعظم لغة، لما إجوا يعدوا كلماتها كم كلمة في اللغة العربية؟ كذا مليون كلمة، كل كلمة تختلف عن الثانية، فوق 12 مليون، 12 مليون و 918 ألف كلمة. نعم عيد بالله يا أستاذ، 12 مليون أيوة 918 ألف وبضع كلمة، 918 ألف وبضع كلمات، يعني قريبا 13 ألف. فش في لغة 43 ألف كلمة. اللغة العبرية سمعت العبرية سمعت 500 كلمة أصلية، والباقي كله هجين. فش هذه لغة الوجود، هذه التي في الدراسات اللي نفس الدراسة قرأتها لتلك الباحثة، قالت سينتهي العالم إلى الحديث باللغة العربية. أنا أقول لأنه الإسلام سينتشر إن شاء الله. الناس النيجيريين والهذول إذا ما تعلموا كيف تدخل الجنة، كيف كنت تحكوا؟ أيوة عربي كيف تحكوا؟ صحيح. الله يفتح عليك. نعم سيدي. ببريطانيا. تؤرش باللغة العربية أسرارها.
الحربية العسكرية الاجتماعية كذا باللغة العربية، لأن اللغات الأخرى ستزول، ستزول يا أخوان. طيب الآن خلينا نقف على الخصيصة الثانية وهي الدقة والإحكام. هذه اللغة العربية دقيقة محكمة. لما رب العالمين وصف الجنين في مراحله، نطفة بعدين علقة، علقة بعدين مضغة عظام، كساء باللحم، معروف الإعجاز العلمي فيها. لكن لما جاء للنطفة، النطفة هي قطرة الماء من الرجل أو من المرأة، لكن نطفة الأمشاج، قال أمشاج، هذه المرحلة الثانية قبل العلقة لما يصير في إخصاب، لأنه أمشاج معناها أخلاط. شوف كيف ديش أتعدى على أستاذي بس بحاول أختصر. لما قال علقة، الآن الـ 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 العلماء الغرب سموا الجنين في طور العلقة بمرحلة الإنبات. قام الدكتور عبد المجيد الزنداني واعترض في أحد المؤتمرات العلمية وقال الجنين بيكونش إنبات من تحت لفوق، بيكون معلق. فالمصطلح القرآني إيش؟ أدق، لأن الذي خلق الجنين في تلك المرحلة هو الله، فهو أعلم بما خلق، أعلم بما خلق، فلما يصفه يصفه كما خلق. لذلك صادق الكتاب المسطور الكتاب المنظور. الكتاب المسطور القرآن، والمنظور العلم وصفحات الكون والوجود كله. ولما نتكلم عن مضغة، كل مرة مضغة مخلقة وغير مخلقة، المضغة تشبه المضغة. طب مخلقة وغير مخلقة في طور من أطوارها، جزء منها بكون تشكل في الكبد والقلب والأمور هاي، وجزء لا. فالجزء المشكل في تلك الأعضاء سمي مخلق، والجزء الذي ترك بدون تشكل غير مخلق. حتى إن أبا السعود مفسر قبل 700 سنة أيام الدولة العثمانية ذكر هذا الكلام. من إيش؟ من نور القرآن ذكره. الآن راح ننتقل للقرآن الكريم ونشوف بعض التطبيقات المدهشة في لغته، كيف أن لغة القرآن لغة، يعني لغة قيمة، مش عارف يعني عاجز عن وصفها كيف تكون في كتاب الله. بس من خلال الأمثلة حنشوف كيف أن اللغة هاي من خلال الحرف تعطي رسائل، من خلال الكلمة تعطي رسائل، من خلال الجملة تعطي رسائل. والآن بدنا استعداد آخر في المحاضرة وتفتح للقلوب قبل العقول حتى نفهم هذه الأمثلة. نأخذ مثلا حرف الواو في كتاب الله. الواو إحنا بنعرف أنه حرف عطف، وهذا الحرف العطف في النحو العربي له معنى، وفي البلاغة له معنى آخر. أما في النحو العربي فمعناه بعضهم قال مطلق الجمع والمصاحبة، وبعضهم قال يفيد الترتيب، على خلاف بين البصريين والكوفيين كعلماء لغة. لكن في البلاغة يفيد أيضا التغاير، يفيد التغاير. أعطيكم مثال شعبي بسيط، أقصد شعبي يعني الشعب بيعرفه، الناس أكثرهم أهل المساجد بيعرفوه. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة رجما بالغيب، ويقولون سبعة وحط الواو، وثامن كلبهم بعدها قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. ابن عباس قال أنا من القليل. كم يا ابن عباس؟ هم سبعة وثامنهم كلبهم. كيف عرف ابن عباس أنهم سبعة؟ لولا انتباهي تلك الواو التي لا تسمى بعد التحقيق بواو الثمانية. إحنا ضحكوا علينا مشايخ وإحنا صغار، قالوا لنا واو الثمانية. هاي واو الثمانية السيوطي حققها في إتقان الإتقان، وقال جاءت على لسان الثعالبي والحريري من أئمة اللغة، مش متقدمين، كانوا متأخرين يعني يعتبروا، لكن المتقدمين ما قالوا ذلك، قالوا هي واو المغايرة. واو إيش؟ المغايرة، يعني في اللغة العربية تفيد المغايرة. ليه؟ لأنه أصحاب هذا القول عرفوا قيمة فتية الكهف، وكان كلامهم عن أصحاب الكهف كلاما يراعى فيه الأدب والذوق، ففصلوا بينهم وبين الكلب بتلك الواو. بينما اليهود والنصارى، القول الأول يهود ثلاثة رابعهم، كأنه يوحي كلامهم إنه الكلب معهم وإنهم من جنس واحد. كذلك قول النصارى خمسة سادسهم، ما راعوا فيه تلك هذا الأدب في الحديث عن أصحاب الكهف،
فيوحي كلامهم أنهم من جنس واحد، أو أن الكلب نايم معهم في الكهف. لكن ربنا أخبر وكلبهم باسط ذراعيه بباب بعيد. فلما قال القول الثالث هم أصحاب الإيمان، أصحاب التوحيد، سبعة وثامنهم إيش؟ كلبهم. هذه الواو. ننتقل للباء. طبعا الواو هنا أدت رسالة. ما رسالتها؟ رسالة ذوقية أخلاقية مع الحديث عن أصحاب الكهف. الباء نجد في كتاب الله الباء وما نجده له معاني. طبعا الآجر الرمي بيقول وحرف جاء لمعنى، لكن لغة القرآن في استعمال حرف الباء مدهشة. أعطيكم مثال من سورة يوسف عليه السلام. الباء 41 مرة يا سلام. بارك الله فيك سيد. الباء هاي الحمد لله صوت شغال. يعني برا الحمد لله. لأن الباء تفيد الواسطة، تفيد الاستعانة، تفيد السببية. فأخذناهم بذنوبهم. إيش يعني؟ بسبب ذنوبهم. لكن لما نيجي لسورة يوسف ونقرأ قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن، هون في عدول وفي زيادة، بس هذا مش زيادة هيك، هذه زيادة على المعنى، أفادت حقيقة كبيرة. إيش هي؟ خليكم معي الآن في الفعل سمع. الفعل سمع في اللغة العربية يعتبر فعل متعدي، وبتعدى بذاته مش بغيره. كيف يعني بذاته؟ يعني بيحتاجش حرف جر واسطة بينه وبين مفعول به. لما أقول مثلا أنا شربت القهوة، والله نسيتها، أقلبكم يا رب، شرب بدخل عن مفعول به دون حرف جر، بس جلس، جلس والكرسي. هل أقول جلس الأستاذ الكرسية؟ على يحتاج حرف جر حتى يدخل عن مفعول به، فسمي متعديا بحرف الجر، أي متعديا بغيره. لكن شرب متعديا بذاته. سمع، بقول سمعت صوتا، سمعت كلاما، ولا أقول سمعت بكلام، ولا سمعت عن كلام، مش هيك، بتعدى بذاته مباشرة. فلماذا جاء حرف الجر؟ سمعت بمكرهن، ولم يقل فلما سمعت مكرهن. تعرف لو قال هيك كان المعادلة الاجتماعية الإديكيت في أصحاب القصور والمعالي مش هيك، القرآن ما كانش واقع فيها. فامرأة العزيز مرت رئيس الوزراء ووزير المالية، تتنازلش يعني وتنزل بذاتها، سيدة مصر الأولى، تنزلش بذاتها حتى تسمع شو بيحكوا النسوة، إنما ترسل جواسيس وعيون لها. فانتقلت المعلومة عبر الجواسيس، الفتيان والخدم. إذن تلك الطبقة الحاكمة طبقة ملغوصة، كل نسوانهم وزلامهم مشغلين بعض عيون على بعض، طبقة فارطة ما يغركم مظاهرها. تمام. فلما قال فلما سمعت بمكرهن، أي أرسل إليها عبر إيش؟ العيون والجواسيس. هذه العادة الاجتماعية البايخة في حياتهم يكشف عنها حرف واحد في كتاب الله. تصوروا كيف. فلما سمعت بمكرهن، طبعا هي ما أتت بالأخبار من كل نساء مصر للعلم، إنما من نساء تلك الطبقة، واللي بيكشف عنها جمع القلة في قوله نسوة، وقال نسوة في المدينة، ولم يقل وقال نساء المدينة. لو قال وقال نساء المدينة كان أخبار قصور الهكسوسية اللي كانت تحكم أيام يوسف عليه السلام مكشوفة مفضوحة أمام العالم. لا، في أسرار عندهم. لما قال نسوة يعني بعض النساء اللي تكلموا في الموضوع وكشفتهم امرأة العزيز، وعطول طوقت الخبر بإيش؟ بالمائدة. حكاية عجيبة. كل هذه المعاني ما بجيبها من عندي، إنما يأتي بها المفسرون من خلال وحي الكلمات والحروف وترتيبها ودقة اللغة في كتاب الله عز وجل. ننتقل لحرف الجر الفي، وهو آخر مثال في الحروف حتى نروح للحروف للكلمات وللجمل. حرف الجر في، أعطيكم مثال واحد. يقول الله تعالى في سورة النساء عن أموال اليتامى والسفهاء وغيرهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. إيش يعني ارزقوهم؟ يعني أنفقوا عليهم في مالهم، ولم يقل من مالهم. بينما قال في الآية التي بعدها أو الآيتين ثلاث، قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من، عدل عن الفي إلى حرف الجر الإيه؟ من. في الأولى
مال الأيتام، في الثانية القسمة في مال الميت. القسمة في مال الميت ارزقوهم منه، يعني اقتطعوا من مال الميت جزء بسيط واعطوا لليتامى والمساكين والفقراء، فهذه عبارة عن وصية، يقطع ويعطى خلاص. لكن لما أنا أكون وصي على يتيم وعلى ماله، إذا أنفقت عليه من أصل ماله شو يصير في المال؟ يفنى. لذلك لم يقل أرزقوهم منه، لأنه من تبعيض، سيأتي على المال أصله ورأس ماله ويفنيه، بحيث اليتيم المسكين إذا صار عمره 20 سنة مديون. لما قال أرزقوهم فيها دل على تشغيل المال، يعني لا تنفقوا على الأيتام من أصل المال، بل انفقوا عليهم من ربحه، فدل حرف الجر الفي على تشغيل المال واستثماره. لأنه في الفروقات اللغوية، صاحب الفروق اللغوية اللي هو أبو هلال العسكري بقول إذا قلت لأحدهم لك في مالي درهم، غير إذا قلت له لك من مالي درهم. فالأولى لك في مالي درهم هو عبارة عن شركة، والثاني لك من مالي درهم هبة وعطية، لك من مالي عطية، لك في مالي حق شراكة. بقول عمر رضي الله عنه، وقيل إنه هذا حديث، اتجروا في مال اليتيم لا تأكلها الزكاة، شغلوه. وأخيرا بختم بهذه الكلمة عن حرف الجر فيه، مش المحاضرة طولين يستحنا. بقول استاذنا الدكتور فضل رحمه الله عن حرف الجر فيه في قوله تعالى وارزقوهم فيها، قال هذه دعوة إلى استثمار المال حمل لواءها حرف واحد في كتاب الله، هو إيه؟ حرف الجر في. إذا انتقلنا إلى الكلمة، فالكلمة القرآنية في مكانها 100%. شو بقول ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، بقول وكتاب الله لو انتزعت منه لفظة وأدرت لسان العربية لتجد لفظة أنسب منها لن تجد، إلا الكلمة اللي اختارها ربنا. نعطي مثال، عما يتساءلون، عن إيش؟ عن النبأ العظيم، لم يقل عن الخبر العظيم، قال عن إيه؟ النبأ. عن النبأ، لأنه في فرق بين النبأ والخبر. الخبر قد يكون صادق وقد يكون كاذب، لكن النبأ لا يكون إلا صادقا. وهؤلاء عن ماذا تساءلوا؟ تساءلوا عن القرآن وعن الرسالة وعن اليوم القيامة، والقرآن والرسالة ويوم القيامة أخبار صادقة لا يمكن أن تكون كاذبة. لذلك قال إيه؟ النبأ. ثم النبأ هو عظيم، الخبر لا، مش الضرورة، الخبر قد يكون عابر. النبأ الخبر الصادق، النبأ الخبر الصادق العظيم المهم الذي أيوة؟ لم يسبق أنا علمت به. صحيح. وجئتك من سبأ بنبأ لم يسبق أن علم به سليمان عليه السلام. كلمة ضيزة اللي في سورة النجم، تلك إذن قسمة ضيزة. ضيزة عدها علماء التفسير كلمة غريبة. هلا معنى غريبة؟ قالوا الغريب القرآن، لا أنها أجنبية. دير بالكم ما فيش في القرآن كلمة أجنبية، كله عربي مبين. طب واستبرق وسندس أخذناها من الفرس؟ لا، الفرس أخذوها منا. قسورة أخذناها من الحبشة؟ لا، هم أخذوها منا. ليش دائما ننظر نظرة الدون وأنه إحنا الذنب وهم الراس؟ التبعية المقيتة ترفضها اللغة العربية، يأباها البيان القرآني. تعلمنا اللغة ويعلمنا القرآن أن نكون أسياد في العالم، مش انبطاحيين. نعود إلى كلمة ضيزة حتى ما نروحش للسياسة، إحنا درس تفسير وعلم وكذا. ضيزة معناها ظالمة جائرة. طب لما عدل عن ظالمة وجائرة الكلمات المعروفة عند قريش وعند القبائل العربية، وأتى بكلمة هي في بطن من بطون الصحراء نادرة الاستعمال، غريبة الاستعمال؟ قال لأن قسمتكم غريبة، ألكم الذكر وله الأنثى؟ أنتم اللي هاجمتوا الأنثى وهاجمتوا من ينجب الأنثى، تجعلونها لله ولكم الذكور. يعني فوق أنه قسمتكم ظالمة، هي أيضا قسمة إيش؟ غريبة وعجيبة. فلا يدل على هذا المعنى إلا كلمة إيه؟ غريبة. طبعا في الكلام العربي الغريب
لطائف بيانية ونكات، من بينها أن أحد علماء النحو يصطحب غلاما ليساعده في رحلاته، والغلام لما يصاحب العالم شو يصير؟ يصير عالم. في يوم من الأيام استيقظ هذا العالم باكرا قبل الفجر، وراح تجبد وصاح: يا غلام لبيك مولاي. قال العالم: أسقعت العتاليف؟ كلام إيش هذا؟ غريب. أسقعت العتاليف؟ فانتبه الغلام إلى أن سيده يريد أن يمازحه، يعني بالعامية ينكش مخاته عليه، فقال: زق فيلم. فقال العالم: وما زق فيلم؟ فقال الغلام: وما أسقعت العتاليف؟ قال: أنا أردت أصاحت الديكة. قال: وأنا أردت لم تصح. رد عليه. هاي من الكلمات اللي الغريبة في اللغة العربية. لاحظوا كلمة باخع في القرآن استعملت مرتين أظن أو ثلاث، أشهرها موقع سورة الكاف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. صح؟ خلينا نقرأها بالتجويد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لاحظوا يعني نقرأها فيش فيها نبوة، نشوز، نشاز، فيش فيها مشكلة. صح؟ أخرجها من القرآن وحطها في جملة. شو معنى باخع؟ طبعا مهموم، حزين. عمره شفت أم تحكي لابنها بعد ما رجع من امتحان توجيهي: مالك أم قاعد وباخع وحالتك حالة؟ استهجنها. يعني برا القرآن قد تكون مستهجنة، أعدها إلى كتاب الله ترى فيها النور، تتلألأ، تشرق. فسبحان الله. شوف في الاستعمالات في فرق بين حمر وحمير، أجلكم الله. طبعا قال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال: كأنهم حمر مستنفرة. قال: الحمير هي الحمير الأهلية اللي بين الناس، بس الحمر هي الحمر الوحشية، والدليل: فرت من قسورة. فمستعملش كل كلمة إلا في مكانها الصحيح. لما تنظر إلى التصريفات، يعني صوم وصيام نفس المعنى، بس في القرآن لا، الاستعمال مختلف. بناء بنيان نفس المعنى، لا، القرآن مختلف. فصوم مع مريم عليه السلام مع الأمم السابقة: إني نذرت للرحمن صوما، عن الكلام، شرائع سابقة، بس كتب عليكم الصيام مش عن الكلام، اختلف عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجاءت بألف ترفع من شأن هذا الصيام. فلما اختلف المقام اختلف التعبير. في القرآن كله بناء مع السماء، بنيان مع الأرض مثلا. وأما إذا انتقلنا إلى الجملة القرآنية، ما هي الجملة من مكونات اللغة. طبعا إحنا الآن دمجنا اللغة بالبيان يا أخوان، لكن ممكن نتكلم عن البيان شيء بسيط بالتفصيلات تبعته. أما الجملة، إحنا نعرف في اللغة العربية أشهر أنواع الجمل إيش هي؟ اسمية وفعلية. إليكم المفاجآت التالية: إحنا في اللغة العربية بندرس الطلاب والناس أكثر شيء نحو، بس ما بندرسهم بلاغة. بنقول لهم في اللغة العربية الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والفعلية من فعل وفاعل، وأحيانا مفعول به، تمام؟ أو غير مفعول به، تمييز أو حال أو غيره من القيود الأخرى بسموها في البلاغة. ودائما في اللغة في الجملة الاسمية مسند ومسند إليه، وفي الفعلية برضو مسند ومسند إليه. لكن لما نيجي للبلاغة، علماء البلاغة قالوا إنه الجملة الاسمية تدل على الثبات والديمومة والاستمرار، أما الجملة الفعلية تدل على التغير والتقلب والانحدار أحيانا. لما نأتي إلى استعمالات القرآن الكريم سنقف، خلص يعني نقف مستسلمين أمام إعجاز القرآن. ما هو إحنا كيف نثبت للعالم إنه القرآن معجز؟ مش بس بالنواحي العلمية وإن كانت قدرها عظيم، لكن الإعجاز المسيطر على كل القرآن هو البياني. ونعرف بعض اللفتات حتى نحاجج فيها الناس ونرد على الشبهات. إليكم قوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هل قال بعدها: وجعل كلمة الله هي العليا، أم قال: وكلمة الله هي العليا؟
في الحديث عن الإسلام جاء بالجملة الإسمية، بالحديث عن دين الكفر والشرك جاء بالفعلية، لأن المسلمين حتى لو انهزموا في كل المعارك دينهم لا يهزم، دينهم قوي وثابت ومنتشر. يعني نرى الآن يعني بقرأ بإحصائية مرة قال الدين الإسلامي ثاني دين في العالم انتشارا، لا والله بل هو الدين الأول في الانتشار. سمعنا في أيام الحج عن القسيس الإفريقي الذي لما أسلم 100,000 معه، وسمعنا عن القسيس الأمريكي نسيت اسمه والله، كان داعي هو الآن راح عن بالي اسمه، يعني طائفة كلها يوسف استس طائفة كله أسلمت معه، وفي كل يوم يهتدى على يديه العشرات كل يوم. طب وذاكر نايك هذا لحاله أعجوبة معجزة، لا فانتشار الإسلام بفضل الله هو رقم واحد عالميا. مغني جبت المغني اللي دخل في الإسلام سبحان الله، ولبست الحجاب وكذا، يعني في انتشار هائل. فلما قال وكلمة الله هي العليا عبر عن ذلك بأي جملة اسمية، وفيها بشرى لنا وفيها طمأنة، بينما وجعل كلمة الذين كفروا السفلى بالجملة الإيش الفعلية. طبعا هذا مش مثال واحد، أمثلة كثيرة في كتاب الله لا تعد ولا تحصى، من بينها آخر آية في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس جمل تمام. لما علماء البيان فصلوا هذه الجمل وجدوا أنه واحدة منها جملة اسمية مؤكدة بإن، وثنتين جملات فعلية كاملا يعني فعل وفاعل جملة فعلية، وثنتين منهم اسمية خبرها فعلية اللي هي وما تدري وما تدري تمام. ليه؟ لأنه بتكلم عن حقائق غيبية، وهذه الحقائق الغيبية مش على درجة واحدة من الغيب، والغيب نوعين، غيب مطلق وغيب غير مطلق. الغيب المطلق لا يعرفه إلا الله، لا يعلمه إلا الله لا صح يعني، بينما الغيب الغير مطلق قد يعلمه بعض الخلق. عشان هيك لما بعض الناس كانوا يقولوا هذه الغيبيات الخمس لا يعلمها إلا الله أخطأوا في كلامهم، ولما طلعونا بشبهات جديدة تقول إنه الأطباء كشفوا عما في داخل الأرحام، وإن علماء الأرصاد الجوية تنبأوا بوقوع المنخفض أو المرتفع، إذن خالفوا الآيات، إذن كيف تقولون أنها غيب مطلق؟ نقول لا، أول شيء ليست غيب مطلق، ثانيا إليكم البيان القرآني في اللغة الجميلة اللغة العربية اللي قلنا الجملة الإسمية شو؟ ثبات، والفعلية تغير. فلما عبر ربنا عن يوم القيامة بجملة اسمية ثبات، لا يمكن أبدا لا نبي مرسل ولا ملاك مقرب أن يعلموا متى الساعة، ما السائل عنها بأعلى من المسؤول. لكن علم الأجنة عبر عنه باللغة بالجملة الفعلية قال ويعلم ما في الأرحام، جملة إيش هاي؟ فعلية تتغير تتبدل. وقال ينزل الغيث، جملة إيش هاي؟ برضو فعلية تتبدل تتغير. ولكنهم لما علموا ما في الأرحام لم يعلموا كل شيء عن الجنين، علموا أنه ذكر أو أنثى مثلا، وبعد أشهر علموا بعض أمراضه وبدها مكتشفات وهكذا، لكن لا يعلمون أجله شقي أو سعيد تمام. طيب حتى ما نطيل عليكم، عنده كام جين؟ 43,000 جين، ياسل عنده معلومات عنهم بس. أيوة عيونه شلون بيعرض؟ بعدين الجنين بمر 280 يوم، في أي مرحلة بيعرض؟ نعم مراحل متقدمة. يجب أول يوم بيعرفه؟ لا بعدين بعد 7 أشهر من شهدون كل يوم بتعلموا علم. سبحان الله. نعم إذن من خلال الجملة العربية والجملة القرآنية نرد على شبهات، ندافع عن ديننا، نظهر عظمة الإعجاز البياني، ندعو إلى الله عز وجل، في فوائد كثيرة من هذا القبيل. أما فيما يتعلق عن البيان القرآني فالبيان كعلم هو علم كبير جدا، إحنا نظن أن اللغة العربية نحو صرف ومعاني كلمات مفردات، لا. طب علم البلاغة هذا لوحده ينقسم إلى 3 أقسام، علم البلاغة بيان معاني بديع،
أما إذا تكلمنا عن البيان، يعني ما هو علم البيان؟ هذه عبارة عن أصول وقواعد يعرف بها كيف يورد المعنى الواحد بطرق مختلفة، ويعبر عنها بالتشبيه والمجاز والكناية والصورة الفنية. القرآن الكريم فيه صور فنية. لما نقرأ قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل هذا تشبيه؟ هذا التشبيه بسموه علماء البلاغة تشبيه معقد، مش تشبيه مفرد. يعني أنت ما بتقول اليهود حمير، القرآن الكريم أصلا بترفع عن هذا الشيء، وإن كان اليهود ألعن من الحمير، لكن القرآن قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، في عندك صورة، فهو بشبه صورة بإيه؟ بصورة. بسموه تشبيه معقد. ليه؟ لدلالات كثيرة، من بينها الصورة الأولى: حملوا التوراة يعني كلفوا بالقيام بواجباتها وأداء التكاليف وحمل الأمانة فيها، لكنهم إيه؟ لم يحملوها. إيش يعني؟ لم يؤدوها على الوجه الذي ينبغي، ونقضوا العهود. طب شو استفادوا من هذا الكلام؟ فقط الحمل، إنهم شالوا على أكتافهم عهد الله وميثاقه بس ما طبقوه. شو عملوا؟ بس حملوه. مثالهم مثال مين؟ حمار بحمل كتب، هل يستفيدوا منها؟ أبدا، سوى إنه إيه؟ حاملها. بعدين في نوع دخل في التشبيه اسمه البلادة، بالفعل اللي بيعمل هيك بكون عقله إيه؟ بليد. واللي بيعمل هيك بكونش قد سخر الوجود لأجله، بل بكون قد سخر من غير منفعة. وهكذا هم بإذن الله، ونهايتهم بائسة كنهاية حمار بحمل أضعاف أضعاف وزنه. هذا التشبيه، يعني هذا جزء من التشبيه. لكن إذا رحت لتشبيهات أخرى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. اللي بدل على الإعجاز العلمي هو الإعجاز البياني. يعني اللي بيسعف إخواننا في الحديث عن الإعجاز العلمي أنهم ينظرون إلى الكلمات المستعملة في كتاب الله. قال أوهن البيوت ولم يقل أوهن الخيوط، لأنه خيط العنكبوت قوي قوي. يعني شهادة فيديو لعنكبوت بلف حول نملة، والنملة كبيرة بحجم العنكبوت، بالخيوط هذه يعني نسج خيوطا حولها بحيث أعجزها عن الحركة. إذن هو خيط قوي جدا، مش بسهولة تتفلت منه حشرة مثل النملة، مع أنه معروفة بقوتها وبأنها بتحمل 7 أضعاف وزنها. يمكن أكون غلطان برضو يا جماعة، إشي عجيب. فلما قال أوهن البيوت برضو مش من ناحية الخيط، لا، من ناحية العلاقات الإيه؟ الاجتماعية والروابط كما تعرفون. فهذا التشبيه من الذي كشف عنه؟ أولا البيان، ثانيا العلم، وامتزج هذا بهذا ليصبح قوة التعبير القرآني في التشبيه وفي البيان قوي جدا. طب خلينا نروح على المعاني، علم البيان، علم المعاني. قالوا عن علم المعاني: هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. طبعا مش راح تفهموا إلا لما نفسر إيش معنى الكلام. أنا عارف، وأنا أول ما سمعت هذا الكلام ما فهمته، قرأنه مرة ومرتين وثلاث. شو يعني مقتضى الحال؟ يعني حال المخاطب. اعلموا أن القرآن عندما كانوا يخاطبوا أقواما ينزل منزلهم ويذكر كلاما يناسب حالهم، اللي هو بقولوها في العامية لكل مقام إيش؟ مقال. يعني أعطيكم مثال بسيط بعدين أنتقل للجملة القرآنية. المثال هو امرأة عندها بنت بتقولها: يما أنا طالع اليوم أزور صاحبتي سعاد. الأم أنكرت على ابنتها، إما أن تقول أتزورين سعاد، وإما أن تقول أسعاد تزورين. تعرفوا أنه كل معنى راح بواد، أي والله. فإذا قالت أتزورين سعاد فالأم تنكر على الزيارة، يعني إما الزيارة مش موعدها، مش مناسبة. أما إذا قالت أسعاد تزورين فالأم ما عندها مانع بنتها تطلع وتزور، لكن الأم معترضة على سعاد. يعني لو كانت فاطمة كان ممكن، تصوروا كيف؟ شو اللي قلب المعنى؟ التقديم والتأخير. التقديم والتأخير علم كبير، علم كبير من معاني المعاني، يعني من معاني علم المعاني. يعني نقرأ في قول تعالى: يا معشر الجن والإنس، صح؟ ومرة بقدم الإنس على مين؟ على الجن. تعرفوا الأمثلة هاي، أليس كذلك؟ لكن في عندنا معنى أو يعني آية في كتاب الله من سورة
الإسراء واحدة من سورة الكهف، تشابهوا اللي في الكهف. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، اللي في الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. إيش الفروقات؟ إنه قدم مرة القرآن على الناس ومرة قدم الناس على القرآن. أسألكم في أي سورة قدم القرآن على الناس في التصريف؟ الكهف. طب الناس على القرآن في الإسراء، لما؟ هاتان الآيتان كل واحدة منها تناسب السورة. ففي الإسراء بدأ الحديث عن الناس ثم تكلم عن القرآن، سبحان الذي أسرى، صح؟ ذرية من حملنا مع نوح، بني إسرائيل عبادا لنا، ناس ناس ناس. اقلب الصفحة اللي بعدها، شو؟ إن هذا القرآن. فقدم الناس على القرآن، جاءت آيتها منسجمة مع مقدمة سورة الإسراء، فقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. أما التي في الكهف بدأ الحديث عن القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده إيش؟ الكتاب، اللي هو مين؟ ولم يجعل له عوجا وقيما. بعدين تكلم عن أصحاب الكهف وعن صاحب الجنتين وعن موسى عليه السلام والخضر، ثم عن ذو القرنين، كلهم عن الناس. فقدم القرآن على مين؟ على الناس في الكهف، فجاءت آيتها منسجمة معكم مقدمة الكهف، وقال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. مش هيك سهوا تقع في كتاب الله. هذا يا جماعة علم المعاني. أختم بمثال الآن، الخاتمة هاي خاتمة المحاضرة، خلاص تكفي. لما إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام، حطمها وعارفين ماذا فعل، جاء القوم وجدوا المشهد انصدموا طبعا، من يجرؤ؟ شو قالوا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ طبعا هذول المسؤولين. قالوا المخابرات تبعونهم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، جيبوا ملفه سيدي، ما في غير هالمعارضة الوحيد، مين هو؟ إبراهيم عليه السلام. لما استدعوا إبراهيم، بدي أقول لكم شغلة، مش وثنيين؟ وثنيين وكفار وعباد أصنام ومجرمين، لكن فيهم شيء من العدالة، والدليل على ذلك سؤالهم لإبراهيم عليه السلام إيش؟ أأنت فعلت هذا؟ ولم يقولوا أفعلت هذا، اختلف الموضوع، بيختلف تماما. لما قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا، قدموا المشكوك فيه، فهم لساتهم شاكين بالفاعل. لو قالوا أفعلت هذا كلام غبي، ليه؟ لأن الفعل حاصل أمامهم، فلا يسأل عن المتيقن منه، بل يسأل عن المشكوك فيه. واللي شاكين فيه مين؟ إبراهيم. قبل ما يقدموا للعقاب حاسبوه وحاكموه. في بعض الدول مع الأسف الشديد إيش؟ يحاسب ويسجن ولا يدري لماذا سجن، وربما يموت في السجن ولسه محاكمته ما خلصتش. ورحم الله مرسي، ورحم الله كل شهدائنا الأبرار، وفرج الله عن علمائنا في سجونهم وعن دعاتنا، وجعل الله تعالى لهم فرجا قريبا يا الله. اللهم نحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن يعملون بما يعلمون فيكشف لهم ما لا يعلمون، واجعلنا من الذين قلت فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم. الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.